أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العالمية والمحلية ونبدأ بالعناوين. في المدى تفاقم ظاهرة تعاطي المخدرات يهدد المجتمع الشبابي في ذي قهر. نطالع في العرب اللندنية العراقي يكافئ ماكرون بصفقة ضخمة لفائدة شركة توتال. وفي القدس العربي فلسطين ترفض العودة إلى المفاوضات بشكل ثنائي مع إسرائيل. في التايمز طالبان تكشف وسط انتصارها عن سجن أمريكي ارتكبت فيه أهوال. ونقرأ في صحيفة اندبندنت العراق يحتاج إلى نحو 20 عاما للتخلص من الألغام. في العربي الجديد طالبان تعلن السيطرة بشكل كامل على بنشير. وفي عربي 21 هدة مؤقتة في درعا والروس يهددون بالتدخل لمصلحة. نبدأ مشاهدينا الكرام من صحيفة القدس العربي ومن مقال تحت عنوان أكاديميات مزيفة وشهادات مزورة تغزو العراق بقلم الكاتب صادق الطائي الذي قال مع علم الجميع بالحالة المتردية التي وصل إليها حال التعليم العالي في العراق ولكن تصريح عضو لجنة التعليم النيابية رياض المسعودي كان صادما إذ أكد عضو البرلمان العراقي وجود 30 إلى 40 ألف شهادة مزورة في العراق. الوجه الآخر للكارثة بحسب تصريحات المسعودي أيضا أن الآلاف من مزوري الشهادات الدراسية ضبطتهم الجهات المختصة وأحيلوا إلى القضاء، إلا أن قانون العفو الذي أصدره البرلمان العراقي عن هذه الجرائم والذي يعد من أسوأ القوانين التي صدرت حتى الآن أخرج المزورين ومن يحملون الشهادات المزورة من المشكلة من دون أي رادع جزائي على ارتكابهم هذه الجرائم. أسواق التزوير التي تصدر الشهادات المزورة في العراق متعددة، وأسعار الشهادات مختلفة بحسب الدرجة الأكاديمية وجودة التزوير، لكن هناك جانباً خطيراً ربما لم يدرجه المراقبون في تناولهم هذه المشكلة، وأقصد هنا الجامعات الوهمية والأكاديميات المزيفة التي انتشرت في أوروبا واشتغلت على بيع الشهادات للراغبين في دخول الحياة السياسية العراقية بوجاهة يزينها حرف الدال الذي يسبق أسماءهم. وربما كانت أشهر الأكاديميات المزيفة التي يحمل شهاداتها عدد من رجال الحكومة والعملية السياسية بمستوى وزراء وأعضاء مجلس نواب في العراق هي أكاديمية البورك للعلوم ومقرها في الدنمارك، ويديرها دنماركي من أصل عراقي هو طلال النداوي. وفي هذا المقال سأحاول تسليط الضوء على هذه الأكاديمية بناء على تحقيق استقصائي قام به الصحفي البريطاني برايان ويتكر المختص بشؤون الشرق الأوسط، وقد استعنت بترجمة وتحرير فقرات من هذا التحقيق. يقول ويتكر إن أكاديمية البورك للعلوم ليست جامعة على الرغم من أنها تتظاهر بأنها كذلك، وهي المؤسسة الأحدث في سلسلة من المؤسسات التي يديرها القطاع الخاص والتي وجدت لتعمل في أوروبا من دون اعتماد مناسب لتقوم بإصدار شهادات جامعية عليا للراغبين من الشرق الأوسط، لكنها في الواقع لا قيمة حقيقية لها. وقد تم مؤخراً الكشف عن اثنين من هذه المؤسسات المزيفة في النرويج بناءً على جهود الصحفيين العاملين في التحقيقات الاستقصائية، ومنذ ذلك الحين تم الكشف عن مؤسسات مشابهة في هولندا والآن في الدنمارك أيضاً. المؤهلات من الدول العربية مطلوبة كثيراً في الشرق الأوسط، والحاصلون على هذه الشهادات ما زالوا يثيرون إعجاب أصحاب العمل المحتملين ويحققون أيضاً مكانة اجتماعية. بالتأكيد إن الحصول على شهادة من جامعة معترف بها يدل على مستوى جيد من التحصيل،
ولكن عندما تأتي الشهادة من مؤسسة غير معتمدة فلا توجد قيمة لذلك، إذ غالبا ما يكون من غير الواضح مقدار التعليم الفعلي الذي توفره هذه المؤسسات المشبوهة أو ما يتعين على الطلاب القيام به للتخرج بخلاف دفع الرسوم. عن استحقاق تشرين والانتخابات، كتب مناف نوري مقالا في مجلة الجاردينيا قائلا: خرج آلاف المتظاهرين الشباب يصنعوا مستقبلهم ويستعيدوا سيادة الوطن وكرامة الإنسان ويعيدوا بناء دولة تحقق لهم الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وحفظ أرواح المواطنين وممتلكاتهم وأموالهم وأعراضهم. هذا الذي لم يستطع أن يوفره النظام السياسي في العراق، والذي صنعته إيران بقوة وكلائها الولائيين الذين منحتهم السلطة بالتمويل والتسليح والمناصب، وكان دورهم حماية المصالح الإيرانية في العراق على حساب حاجات المجتمع العراقي وأمنه واستقراره، وانشغلوا بفسادهم وأهملوا رؤية اجتماعية واقتصادية للمجتمع العراقي. لذلك كانت احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية للبلد وانتشار الفساد الإداري والبطالة. أهم مطالب ثورة تشرين كان التغيير، والتغيير هو الانتقال من مرحلة أو حالة غير مرغوبة إلى مرحلة أو حالة أخرى مرغوبة يفترض فيها أن تكون أكثر إيجابية وتلقى قبولا لدى الأغلبية. لم يتحقق أي شيء من مطالب الثوار لحد الآن، ولا زال قتلة المتظاهرين أحراراً ولم يحاسبوا ولم يكشف عنهم، بل لا زالوا يقتلون. كذلك ما زال الفساد منتشراً في المؤسسات الحكومية، وأصبحت ظاهرة السلاح فوق الدولة علنية، رافقها استهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية وحرق المستشفيات وقطع المياه عن العراق. قامت الأحزاب السياسية بخدعة التعديلات الجزئية لقانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة. هنا لابد من كشف الحقائق للتمييز بين الغث والسمين. الانتخابات هي إجراء دستوري لاختيار فرد أو مجموعة لملء المقاعد في البرلمان، وتتحكم بها وتنظمها مجموعة من المبادئ القانونية والتشريعية، وهي إحدى الأسس الدستورية، بل الأهم كونها تمثل الديمقراطية، وهي حق من حقوق الإنسان، ويجب أن تكون تنافسية ليس حكراً على حزب أو تحت سيطرة مجموعة من الأحزاب. إذن هي مبادئ قانونية وتشريعية وأسس دستورية. هناك غموض في موضوعين: أولاً، أين تطبيق قانون الأحزاب الذي يجرم السياسيين الذين يتعاملون مع الخارج ويمنع الأحزاب من امتلاك أجنحة مسلحة تعد أذرعهم في القتل والتدمير خارج النظام والقوانين المحلية والدولية، ليرهبون بها المجتمع ويمررون أهدافهم بالقوة الخشنة على أن تكون موازية للقوة الناعمة التي عملوا بها سابقاً؟ وأعرض بعض فقراته. أضاف الكاتب أن نواة الصلبة لثورة تشرين تبقى كما هي، والدافع لها هو الشعور بانعدام العدالة الاجتماعية الناجمة عن سوء الإدارة والظلم والفساد إلى درجة تدفع المواطنين لعدم المبالاة بالحياة والموت أحياناً. وهذه الانتخابات هي تسويف لإنجازات الثورة، ولهذا سيقوم الثوار بالإيثار ونكران الذات والوعي والمطاولة وفرز الغث من السمين لغرض تغيير المعادلة القائمة وصناعة هوية وطنية مفقودة، وسيتحدون مع الأحزاب المدنية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وقوى المعارضة للعملية السياسية، بما يؤدي إلى رفع سقف مطالب ثورة تشرين إلى إنهاء سلطة الأحزاب الدينية وطرد ميليشياتها ومحاسبة زعاماتها وترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر. إذا ما ضعفت الدولة داخلياً أو انتهكت سيادتها أو ضعفت قوتها أمام قوى أخرى تمارس قوتها أمام قوة الدولة، أو تعددت مراكز القوى داخل الدولة نفسها، أو شاع في مفاصلها الفساد والفشل وضعف سلطة القانون، فستكون هناك دول عميقة داخلها تزيدها ضعفاً، وقد تنقسم وتنشطر إلى دويلات، ويظهر ملوك طائف فيها ليتقاسموا ثرواتها عندها
تخترقها الدول وتسهم في شطرها، وقد تجزئها إلى دولة ولائية وأخرى معادية حتى تبتلعها كلها وتنهار وتسقط. هذا ما جاء في مقال للكاتب محمد حميد رشيد، فلنستمع إلى ما جاء فيه. الذي يجري في العراق من كوارث ومصائب وفساد علني متفق عليه، واغتيالات وتغول قوى وتجبر أخرى، وانتهاكات وتعدد مراكز قوى، وضعف أجهزة الدولة وعجزها، وفقدان هيبتها وهيبة قياداتها، وفقدان الثقة بها والاستعانة بالأجنبي من قبل طائفة من الشعب، والمطالبة ببقاء قواته لحمايته من تجبر قوى لا دولة سببه غياب الدولة. وباستمرار غياب الدولة ستتهالك الحكومة وتضعف وتنحسر واجباتها في أضعف وأصغر صورة ممكنة، ويبدأ الناس بالبحث عن بدائل لحمايتهم أو الحصول على حقوقهم المسلوبة بعيداً عن الدولة المسكينة التي تحتاج هي إلى الحماية، وتبحث عن قوى خارجية تسندها. وفي لا دولة تشهد مشاهد لا يمكن أن تشهدها في أي دولة محترمة، عندما يستجير الناس بالمراجع والعشائر والميليشيات والفصائل والأحزاب، فهذا يعني غياب الدولة. وعندما يستجيرون بالأجنبي ويتمسكون بوجود قوات أجنبية، فاعلم أن الخطب جلل، وأن ما يهددهم أقوى من طاقتهم، ويعني أيضاً ألا وجود للدولة التي تتولى حمايتهم، أو على الأقل لا ثقة لهم بها ولا مصداقية لها. عندما يتحدث الجميع عن فساد أجهزة الدولة بشكل علني وبكل وسائل الإعلام وبالوثائق والمستندات، وتسرق ثروات الأمة وميزانياتها، فاعلم أن هذا الفساد متفق عليه، وهذا يكون عند غياب الدولة. الأنهار سكن للناس واستقرار لهم، فإذا ما كانت ضفافها تحفل بالموت والجوع والحرمان، فاعلم أنك تعيش ألا دولة. وإذا ما كان العراق يصدر أكثر من 4 ملايين برميل نفط يومياً ولا يعيش أهله في رفاه، فاعلم أن هناك خللاً كبيراً في الدولة. أضاف الكاتب، عندما يفقد المواطن ثقته بالقضاء العادل ويشاهد تغول السلاح على المحاكم وسلطة العقيدة على سلطة القانون، فاعلم أن القضاة مستلبو الإرادة، والتمس لهم العذر بحسب تعبير الكاتب، ولكن اعلم أن لا دولة من دون قضاء قوي وعادل وغير خاضع لسلطة أحد إلا سلطة الدولة، لأنه هو الدولة. الصدر لا يتوقف عن الحديث عن الوطنية العراقية واستقلالية القرار وتحريم التبعية للدول الخارجية، ولكنه في الوقت نفسه وكلما ضامه ضيم يطير إلى إيران. هذا على وفق تعبير الكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية، فلنستمع إلى ما جاء فيه. ومن صرعاته المثيرة أنه في يوم 15 من يوليو الماضي أعلن قرار انسحابه من الانتخابات القادمة بخطاب ناري بدا لمشاهديه وكأنه قرار حازم وحاسم لا رجعة فيه هذه المرة، حفاظاً على ما تبقى من الوطن وإنقاذاً للوطن الذي أحرقه الفاسدون وما زالوا يحرقونه، ولأن ما يحدث في العراق هو مخطط لإذلال الشعب العراقي حسب بيان الانسحاب، إلا أن عراقيين كثيرين تنبؤوا بعودته القريبة إليها بأسرع مما يتوقعه كثيرون، وقد فعل، فلم يطل به الوقت حتى فاجأ محبيه ومبغضيه معاً بخطاب ناري آخر بشرهم فيه بتراجعه عن قرار المقاطعة وبعودته إلى المشاركة في الانتخابات القادمة وبتصميم وقوة مليونية على حد قوله. وبرر العودة بأن عدداً من القادة العراقيين الذين يثق بهم لأنهم كانوا ممن دعوا للإصلاح قد وقعوا له على وثيقة شكلت له أملاً في إمكانية تخليص العراق من الفساد، مؤكداً أنها جاءت متماشية مع رغبات الشعب العراقي في تحقيق الإصلاح ودافعاً إلى العودة للمشروع الانتخابي. ولكن المواطن العراقي الحالم بدولة العدل والمساواة والكفاية بمجرد اطلاعه على مضمونها
يفقد إيمانه بها وبإمكانية تنفيذها، ويعتبرها حجة سطحية من حجج مقتدى للعودة عن قرار الانسحاب. أضاف الكاتب: لقد اعتاد العراقيون على السيد مقتدى الصدر وهو على ما هو عليه من المزاجية المفرطة والمفاجآت الانقلابية التي يتحول فيها من النقيض إلى النقيض، إلى المدى الذي لم يعودوا معه يثقون بما يقرره اليوم، لأنهم يتوقعون أنه سيتراجع عنه صباح الغد. عودة القطيعة بين الجزائر والمغرب، مقال للكاتب عمر كوش جاء فيه: يعيد قرار حكومة الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب التأكيد أن الخلافات المزمنة والأجواء العدائية لا تزال تفعل فعلها بين البلدين، وأن منسوب التأزم والتوتر بينهما قد ازداد من جديد إلى مدى عدت فيه القيادة السياسية الجزائرية نظيرتها في المملكة المغربية طرفاً معادياً لسياستها وتوجهاتها، ليس في منطقة المغرب العربي فحسب، بل في الجوارين الإقليمي والأفريقي. على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تقطع فيها علاقات الجزائر مع المغرب، إلا أن قرار الجزائر أخيراً جاء مخيباً لآمال الشعبين الجزائري والمغربي، كونه يسهم في استمرار حالة عدم استقرار المنطقة المغاربية وزيادة حدة النزاع والتوتر المستمر بين البلدين منذ عقود، وفيما تميل تحليلات إلى اعتبار القرار بمثابة قفزة في الفراغ ومحاولة من النظام الجزائري تصدير الأزمة الداخلية، إلا أنه يظهر مدى صعوبة التوصل إلى نقطة التقاء حقيقي ومباشر في مجرى العلاقات الجزائرية المغربية التي وصلت إلى حد القطيعة الدبلوماسية، بالنظر إلى امتداد الصراع والتوتر بين النظامين السياسيين في البلدين الذي راكم تاريخياً مديداً من العداء وفقدان الثقة. وبالتالي فإن حدة التوتر والصراع بين البلدين ستزداد في المحافل الدولية والإقليمية، عوضاً عن تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الداخلية التي تواجه كليهما في ظل تدخل أطراف دولية تزيد من أسباب القطيعة، في حين أن تفكيك الأزمة بينهما يتطلب طرفاً عربياً أو دولياً فاعلاً، وتتوفر فيه شروط الوسيط الذي يمتلك الرغبة والإرادة لحث الطرفين على تخفيف منسوب التوتر وحل الخلافات بينهما، وهذا الوسيط غائب تماماً، الأمر الذي يشي بأن منطقة المغرب العربي ستظل تعيش أحداثاً عاصفة وتموج بتطورات دراماتيكية تنعكس سلباً على حياة شعوبها واستقرار دولها. وأضاف الكاتب: تعود جذور الأزمة بين الجزائر والمغرب إلى أكثر من 6 عقود خلت، إذ على الرغم من أن ملك المغرب الأسبق محمد الخامس استقبل القادة 5 للثورة الجزائرية وهم أحمد بن بلة، محمد بوضياف، حسين آيت أحمد ومحمد خيدر ومصطفى الأشرف، وقد أثار استقباله لهم غضب الحكومة الفرنسية آنذاك، إلا أنه بعد استقلال الجزائر بنحو سنة، أي في عام 63 و900 ألف، نشبت حرب الرمال بين البلدين. عن عباس وحماس والاستثمار البائس لانتفاضة القدس وسيفها، مقال للكاتب ياسر زعاترة، فلنستمع إلى تفاصيله. أما حماس فلديها تجربة ماثلة للعيان، وتتمثل في أن كل ما قدمته فتح ومنظمة التحرير من تنازلات تجاوزت قرارات الشرعية الدولية بكثير لم ترضي شهية العدو، وها هو رئيس وزراء العدو الجديد والذي احتفل به الكثيرون يستخف بعباس ويرفض مجرد طرح الجانب السياسي في الاتصالات مع السلطة، كما تبدى في لقاء عباس غانتس الأخير وتعليقات قادة الاحتلال التي صدرت بشأنه. خطأ كبير أن تتورط قيادة حماس من جديد في تجريب المجرب في ذات الوقت الذي تتورط بخفة عجيبة في تبديد إنجازات انتفاضة القدس ومعركة سيف القدس، وذلك بدل أن تجد مساراً آخر يحاصر عباس
ويهمش خياراته، ويخطط للشعب الفلسطيني مساراً مختلفاً عنوانه الانتفاضة الشاملة. سؤال برسم الإجابة من قبل قادة حماس، لكنه سؤال يغدو أكثر إلحاحاً وأهمية حين تأتي قصة اللقاء مع منيب المصري ومن طوى عليها من عروض بعد شهور على انتفاضة القدس الباسلة ومعركة سيف القدس العظيمة، والتي أجمع كل المخلصين على أنه من الضروري أن تكون محطة لتصحيح مسار القضية برمته. وهنا يكمن الجانب الأهم الذي دفعنا للتوقف عند القصة من الأساس. المصيبة التي تعانيها حماس تكمن في هذا التخبط في القرارات السياسية، والذي لا يرتقي إلى مستوى البطولات والتضحيات التي قدمتها في الميدان، وفي الوقت نفسه الذي يمكن في تلك الإدارة البائسة لفرعها في الضفة الغربية يكمن، والذي سار من إخفاق إلى إخفاق منذ سنوات طويلة مع بقاء الملف بيد المسؤول نفسه عن ذلك الإخفاق بحسب الكاتب. من أخبارنا المنوعة، عقب السيطرة على الحرائق التي بدأت في ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا وعدة ولايات أخرى، بدأت الجهود الحثيثة لإعادة تشجير الغابات المحترقة. بدأت هذه الحرائق في 28 من شهر تموز الماضي في قضاء مانغات بأنطاليا، في اليوم التالي اندلعت أو نشبت في قضاء أقسكي، ثم انتقلت بفعل الرياح إلى عدة أقضية أخرى. وعقب السيطرة على الحرائق، بدأت الجهود بتضميد الجراح في المناطق السكنية المتضررة بحملة كبيرة في عموم البلاد لتعويض خسائر المتضررين وتلبية احتياجاتهم. من ناحية أخرى، بدأت أعمال التنظيف في أماكن الغابات المحترقة وقطعت الأشجار التي احترقت تماما للاستفادة منها، فضلا عن تجهيز التربة لاستقبال شتلات جديدة. قبل الختام مشاهدينا، لنا وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا تنتهي جولتنا الصحافية لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، لنا لقاء بإذن الله تعالى وصدى أقلام جديد من الرافدين غدا في رعاية الله.